بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع هذا هو يوم النحر أفضل الأيام عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو يوم الحادي عشر، أي اليوم الأول من أيام التشريق. يوم أقسم الله عز وجل به، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، والمؤمن يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. يوم عظيم سماه الله عز وجل في كتابه يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وسمي بذلك لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه. يوم هو عيد للمسلمين يعود علينا كل عام بخير وبركة وفرحة وسرور. قال مخنف بن سليم: الخروج للأضحى يعدل حجا. الخروج للأضحى يعدل حجا، أي في الثواب. خرجتم عباد الله في صباح ذلك اليوم شاكرين ربكم، حامدين له، مكبرين على ما هداكم، على ما يسر لكم من صوم التسعة، على ما يسر لكم من مواسم الخيرات والبركات التي هي من نفحات الرحمن. فكبروا الله، عظموه عز وجل حق تعظيمه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. كبروا الله عز وجل على ما هداكم، واشكروه بذبح أضحياتكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين، فالحمد لله حمدا 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 يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. سبحانه سبحانه،
في هذا اليوم العظيم. عظموا عباد الله، فيه حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله بفعل أوامره وترك نواهيه، تعظيم حرمات الله بأدائها على أكمل وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أعيادنا طاعة وشكر وتعظيم لله رب العالمين، وامتثال وانقياد للشرع المبين، عيدنا تجديد للعهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، أعيادنا فرحة نفرح فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ففرحة المؤمن بطاعة مولاه، وفرحة الغافل بلهوه وهواه. فيا عباد الله، اشكروا الله حق شكره، وعظموه حق تعظيمه، وقدروه قدره سبحانه وتعالى على ما من به ويسر، وعلى ما وفق إليه وهدى سبحانه. سبحانه أيام جمع الله فيها بين نعيم الأبدان والأرواح، نعيم الأبدان بالأكل والشرب، نعيم الأرواح بذكر الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، في سنة 90 من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وأرسل خلفه عليا رضي الله عنه يتلو على الناس قوله تعالى في موسم الحج: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أي ورسوله بريء أيضا من المشركين. فجعل علي رضي الله عنه يؤذن في الناس بهذه الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر البيت الحرام من المشركين والعراة أذن النبي صلى الله عليه وسلم في عام 10 من الحج في عام 10 من الهجرة أنه خارج للحج. فتجمع الناس من كل حدب وصوب، تجمع 40,000 يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وهو يقول: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. جعل يودع الناس صلوات الله وسلامه عليه، فسميت بحجة الوداع. وفي يوم عرفة ركن الحج الأعظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطبة وجيزة بليغة، أسس فيها صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا،
ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب. فاتقوا النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن أحدا فؤاد أن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. فجعل يشير بأصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي عشية يوم عرفة أنزل الله عز وجل آية عظيمة، أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي جعلت اليهودي يقول لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ فذكر هذه الآية، فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم متى أنزلت هذه الآية وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم عرفة، عشية عرفة، وهو عيد للمسلمين. يوم عرفة من أعياد المسلمين. هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة، آية نزلت في يوم عيد، آية يقول عنها اليهودي: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لأن الله عز وجل قد أكمل الدين، دين كامل لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه، دين كامل لا نحتاج إلى غير ديننا. ديننا كامل، ديننا رباني من عند الله سبحانه وتعالى، المتصف بكل كمال وجلال، وما شرعه كله جمال وكمال ومحاسن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا نبي بعد نبينا الذي أرسله الله عز وجل بهذا الدين. فعجيب لقوم يلجؤون إلى فلاسفة كفار يهتدون بهديهم ويتركون دينهم ويتركون نبيهم
ورسولهم صلوات الله وسلامه عليه. دين رضيه الله لنا دينا، فيجب علينا أن نرضى بما رضيه الله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي، أي من قنع بالإسلام دينا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من قال حين يصبح ثلاث مرات وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فارضوا يا عباد الله بدين الله عز وجل الذي شرعه لكم والذي أكمله لكم والذي رضيه لكم دينا. إننا نستغفر الله، إننا نستغفر الله عز وجل أن نذكر بهذه القضايا المسلمة، بهذه القضايا العقدية التي ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم. لولا أعداء كارهون لشريعة الله، لولا العلمانيون والليبراليون الذين يقولون لا دين، لولا الليبراليون والعلمانيون الذين يدعون إلى الدولة اللادينية، لا يريدون للإسلام أن يحكم وأن يسود، إنما يريدون فلسفات الغرب الكافرة المادية. فنذكر بديننا ونذكر بمحاسن ديننا ليكون المسلم على بصيرة من أمره. فاليوم فتنة، وفتنة مهلكة، اليوم معركة، معركة الهوية، معركة الهوية. فالعلمانيون والليبراليون يشنون حربا ضد الهوية، هوية هذه الأمة هوية إسلامية. نحن نقول مصر إسلامية كما جاء في المادة الثانية للدستور، وهم يقولون مصر مدنية أي لا دينية، مصر لا دين لها عياذا بالله تعالى. فتنة، فتنة كبيرة. أتى هؤلاء القوم يتكلمون في وسائل الإعلام، يتكلمون بالكفر البواح، فنحن حريصون على دين المسلمين وخائفون على المسلمين من الوقوع في هذا الكفر البواح، أن يتلفظوا بكلمات هي ظلم وكفر بالله عز وجل. فالله العليم الخبير، والله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ديننا دين المحاسن، ولله الحمد والمنة، ديننا نظام شامل كامل، منهج لكل منحى من مناحي الحياة. ديننا إسلام وإيمان وإحسان، ديننا عقيدة وشريعة، دين ودولة، عبادة ومعاملة، وأخلاق وسلوك. هذا هو ديننا يا عباد الله. ديننا يا عباد الله ليس دينا كهنوتي، إنما هو دين الله، والحاكم فيه يحكم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال أبو بكر: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. قال أبو بكر في أول خطبة خطبها،
قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. عباد الله، ديننا صلاح وإصلاح، شريعة ربنا مصلحة كلها ورحمة كلها وعدل كلها. لنضرب مثالا واحدا لنبين به كيف يكون الإسلام دينا صالحا لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان والمكان والعباد إلا بدين الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى. لنضرب مثالا على ذلك، ألا وهو التشريعات الاقتصادية الإسلامية، تشريعات معدودة تصلح الاقتصاد في البلاد. الاقتصاد هو عمدة الإصلاح لسائره من أنظمة المجتمع وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. الربا عنوان فساد الحياة الاقتصادية، إذا ظهر الربا في اقتصاد دمره. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لننظر إلى أوروبا وأمريكا، لننظر إلى الغرب، ماذا فعل فيهم الربا؟ دمر اقتصادهم، دمر بنوكهم، حتى جعل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الفائدة صفرا، أي لا ربا. خرجت المظاهرات في الأسابيع الماضية في شارع وول ستريت بأمريكا، خرجت مظاهرات على اقتصاد الرأسمالية، رفعوا شعارا غريبا عجيبا ينبغي أن ننتبه له وأن يقف عنده كل مسلم. هذا الشعار كتب عليه ليتس بنك ذا مسلم واي، أي أعطونا بنكا على الطريقة الإسلامية أو على طريقة المسلمين، يريدون بنكا على طريقة المسلمين. أي بنك على طريقة المسلمين؟ بنك يتعامل بالمعاملات الإسلامية، بنك لا ربا فيه ولا معاملات باطلة. أهل الكفر نطقوا بإسلامنا، أهل الكفر نطقوا بالنور الذي أنزله الله إلينا، أهل الكفر نطقوا بالصلاح والإصلاح الذي جاءت به شريعة ربنا سبحانه. وما زال عندنا من الليبراليين والعلمانيين من يريدون أن يقود الناس إلى هوة سحيقة، من يقودون الناس إلى التبعية الذليلة الخانعة للغرب. هؤلاء لا يريدون تقدما في الحقيقة، فالتقدم لا يكون بالتبعية، إنما التقدم يكون بالاستقلالية. يكون رأيك من رأسك إذا زرعت قمحك بيدك، عندما تكون البلد بلدا صناعية وزراعية وتجارية، لا زراعية فقط كما يريد الغرب، إنما نريد مصر بلدا تجارية وزراعية وصناعية. عندما تكون الأمة مستقلة في كلمتها، في قرارها، في طعامها، ومصر تمتلك كل موارد، بل مصر من أغنى دول العالم موارد، لكن السرقة والنهاب وعدم وجود القوي الأمين المخلوع السابق مع سامح فهمي وزير البترول اقتسموا منجم ذهب،
واقتسموا منجم ذهب وسرقوا أموال المسلمين. مصر بلد الخيرات، مصر مليئة بالموارد، لكن هناك سراق ونهاب نهبوا البلاد، نهبوا البلاد وجوعوا العباد. سياسة المخلوع كانت تقول: جوعوهم تأمنوهم، جوعوهم تأمنوهم. فعاش الناس في فقر وضنق وشدة عيش لمدة 30 سنة بسبب هذا المجرم الذي ينبغي أن يحاسب على إجرامه وفساده، فساده الفكري قبل فساده المادي. كم أفسد من عقول الشباب وعقول الأجيال بنشر العلمانية والليبرالية في المجتمع. فمصر دولة غنية بمواردها، فينبغي أن تكون البلد مستقلة. أما هؤلاء العلمانيون والليبراليون يريدون لمصر أن تكون كما كانت لسنين عديدة طويلة، تابعة للغرب ذليلة، تستجدي قوتها من أمريكا أو من غرب، في حين أننا أغنياء عن أمريكا وعن الغرب. عندنا موارد عظيمة، عندنا بترول وغاز وأراضي زراعية، وعندنا بحران، وعندنا نار، وعندنا جميع من المعادن والمناجم وغير ذلك مما يأتي على البلاد بالدخل القومي الذي يحقق الكفاف للشعب المصري. إذن عباد الله، إذن عباد الله، صلاح اقتصادنا في تخليته من الربا الذي هو عنوان فساد الحياة الاقتصادية. تقام بنوك على المعاملات الإسلامية، تقام بنوك تقرض قرضا حسنا، والبلد مليئة بالخيرات التي توفر للشباب وللناس ذلك وترفع المعاناة عن المصريين. كذلك أيضا من تشريعات ربنا تبارك وتعالى والتي توفر الكفاية للمجتمع المصري، للمجتمع المسلم، ويكون فيه الجميع سواء، لا فقير يحقد على غني، لا فقير مطحون لا يجد قوته، قد يبيت جوعان، ألا وهو تشريع الزكاة. الزكاة فريضة من فرائض الله. أين هي؟ أين هي في الدستور؟ أين هي في القوانين الاقتصادية؟ لا وجود لها. أين الزكاة؟ أين وزارة الزكاة؟ أين مصلحة الزكاة؟ يقوم وزير على الزكاة كما قال ربنا تعالى والعاملين عليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يحصى الأغنياء في منطقة ما، في منطقتنا هذه هناك من يملك الملايين، هناك من يملك الملايين. لو أعلم الناس فريضة الزكاة يفهم كثير من المسلمين أن الضرائب تغني عن الزكاة. لا، الضرائب هذه محرمة، الزكاة هي فريضة ربنا عز وجل، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعطى الفقير ما يكفيه لمدة سنة، عندئذ لا يوجد هناك فقير في المجتمع. يعطى كفايته ما يكفيه لمدة سنة، لا أن يعطى 50 جنيها أو 100 جنيه أو غير ذلك مما لا يكفيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يعطى ما يكفيه. هذا من تشريعات ربنا. أن تفتح التجارة والاستيراد بدون ضرائب، بدون ضرائب. هذا يستورد وهذا يستورد وهذا يستورد،
بدون ضرائب بدون جمارك، فعند ذلك تدخل السلعة بسعر رخيص وتباع أيضا بسعر رخيص، وتكون هناك منافسة بين التجار شريفة. من المستفيد؟ أنا وأنت. من المستفيد؟ المسلم والمصري الذي يعيش على أرض مصر. هذا التنافس بدلا من رأسمالية التي تفرض الاقتصاد الحر والتي توجد الرأسماليين المحتكرين. فكان هناك من يحتكر الحديد ومن يحتكر الحبوب ومن يحتكر أجزاء الصناعات إلى آخر ذلك. لن يكون هذا في تشريعات الإسلام، لن يكون هذا في تشريعات الإسلام. كذلك أيضا من تشريعات الإسلام العظيمة والتي تجعل التجارة في البلد المسلم رائجة وتجعلها أيضا في حالة نمو وفي حالة انتشار بين المسلمين، تشريع المضاربة. تشريع المضاربة الشرعية، والمضاربة الشرعية بالمفهوم المعاصر تساوي شركات توظيف الأموال تحميها الدولة. هذا معه مليون، وهذا معه مليون، وهذا معه ألف، وهذا معه مئة ألف، تعطى لأناس يتقنون التجارة، يقيمون المشاريع العملاقة بنسبة ربح على المشاع لئلا تكون ربا، وتحميها الدولة بدلا من أن تحاربها الدولة. عند ذلك يوجد رواج تجاري في بلاد المسلمين. كذلك أيضا من تشريعات الإسلام الاقتصادية تشريع إحياء الموات. تشريع إحياء الموات، هذا التشريع كفيل بأن يجعل مصر جنة خضراء، كفيل بأن يجعل الخضروات وما يحتاجه الناس من أنواع الزراعات في طعامهم وطعام دوابهم. هذا التشريع تشريع في جمل معدودة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. والأرض الموات هي الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد، وليست في اختصاصات المسلمين. يقول الإسلام: من أحياها فهي له. إن مصر، إن مساحة مصر مليون متر مربع، مليون متر مربع، هذه مساحة أرض مصر. مليون كيلو متر مربع، هذه هي مساحة أرض مصر يا عباد الله. كم يعيش فيها الناس من الأرض العامرة، وكم من الأرض البور. الموات الكثير الكثير. أيما يممت وجهك شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، وجدت أرضا بوارا كثيرة. إذا ذهبت إلى سيناء وجدت أرضا خصبة قفراء ليس فيها عمار، ماذا عليكم لو قلتم للشباب: يا شباب من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ تعمر الصحراء. يا هذا الشخص يستفيد ويفيد، ومصر تحتها نهر من المياه الجوفية، فالذي يستطيع أن يحفر بئرا وأن يحول هذه الأرض القفراء إلى جنة خضراء، ويحدث الكفاية من المحاصيل في الداخل، وما زاد فهناك صادرات. أي بلد هذه عباد الله؟ أي بلد هذه عباد الله؟ عند ذلك سنحتاج إلى زيادة سكانية. الدولة القوية قوية بعدد سكانها. انظر إلى الصين وإلى اقتصاد الصين، وهم قوم قد جاوزوا المليار نسمة. عند ذلك ستحتاج إلى كثافة سكانية زائدة لتعمر أرض سيناء، لتعمر الجنوب، لتعمر
يغامر الغرب صحراء شاسعة، ومصر يمجري تحتها نهر من البحر من المياه الجوفية. هذا تشريع من تشريعات ربنا تبارك وتعالى في الاقتصاد. كذلك أيضا تقام المعاملات على ما أحل الله عز وجل. وهنا عباد الله ننظر نذكر أن من خصائص شريعة ربنا الثبات والمرونة. هناك ثبات، هناك أمور لا يمكن أن نتعرض لها، وهي أمور الحلال والحرام. الربا حرام، لن يكون أبدا حلالا في زمن من الأزمان ولا في مكان من الأمكنة إلا عند الضرورة. لكن هناك مرونة، هناك متغيرات، هذه المتغيرات تتغير بالزمان والمكان. فاليوم قد يوجد بيع وشراء عن طريق الانترنت، هل الإسلام عنده حل لذلك؟ نعم، في ضوء المتغيرات وبالضوابط الشرعية يكون البيع حلالا عن طريق الانترنت، استخدام التقنية الحديثة. نحن عباد الله ندعو إلى دولة مدنية بالمعنى اللغوي، ندعو إلى دولة مدنية بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الفلسفي. ندعو إلى دولة مدنية بالمعنى اللغوي، أي دولة متمدنة، دولة متحضرة، دولة عصرية تأخذ بأسباب القوة وبأسباب التقنية من العلم وغيره. وكذلك أيضا دولة إسلامية أهلها متمسكون بدينهم، يحكمون بشرع ربهم تبارك وتعالى، ويعملون على الأخذ بأسباب التقدم. لماذا لا تكون مصر دولة صناعية ودولة تجارية؟ لماذا مصر إلى اليوم ليست بدولة صناعية؟ نظرا لمعاهدة الجلاء، معاهدة الجلاء هذه معاهدة قديمة جدا جدا من أيام الاستعمار، من أيام الاستعمار. من أهم بنودها السرية أن تبقى مصر علمانية، وألا تحكم شريعة الله تبارك وتعالى، وأن تظل مصر دولة زراعية، وأن تظل مصر سوقا للبضائع الأوروبية. وهذا إجابة لسؤال طالما كنا نبحث عن وندرس للطلاب في المدارس، إن النهضة المصرية بدأت مع النهضة اليابانية، فأين نحن وأين اليابان؟ البلد لم تصنع شيئا إلى اليوم، العقول المفكرة الأيدي العاملة تهاجر إلى أوروبا وأمريكا. من يبني أمريكا الآن هم المصريون، مع العقول المصرية هي التي تبني أمريكا. لماذا هاجرت هذه العقول إلى الغرب وإلى أمريكا؟ لأنها لم تجد بلدا تحتضنهم، لأنها لم تجد بلدا توفر لهم الدعم اللازم لإقامة مشروعات، لأنها لم تجد بلدا تطور من تعليمها والبحث العلمي، إنما وجدت بلدا تطبق معاهدات الجائرة الظالمة الخائنة التي تصب في مصلحة الغرب ولا تصب في مصلحة المصريين. لذلك لا بد أن تعدل هذه البنود وهذه المعاهدات، وأن تبدأ مصر مرحلة جديدة، مرحلة البناء، البناء بالإسلام، البناء للإصلاح، البناء لتكون مصر دولة قوية، معاملتها مع أهل الجوار معاملة تقوم على الندية لا التبعية، إنما تقوم على الندية وعلى الاحترام المتبادل. وأن يكون أهل مصر كما كانوا بكرامتهم وبعزتهم وبشرفهم، لا أن يكونوا كما نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثال عباد الله من أمثلة شريعة ربنا للإصلاح في الجانب الاقتصادي. لذلك عباد الله ننتظر منكم
منكم ينتظر منكم في الأيام القليلة المقبلة التي هي معركة بحق، معركة يديرها العلمانيون والليبراليون لإقصاء شريعة الله تبارك وتعالى، لعدم تفعيل المادة الثانية من الدستور. هذا واجب على كل مسلم الآن. مصر ستبنى من جديد، مصر سيكتب دستورها بعد شهور، والأجيال القادمة إما تشهد لنا أو تشهد علينا، إما أن تدعو لنا أو تدعو علينا. ستأتي الأجيال وتقول يا آباءنا ويا أجدادنا لماذا تخاذلتم عن كتابة شريعة عن كتابة الدستور بشريعة الله تبارك وتعالى. مسؤولية في عنق كل إنسان مصري يعيش على أرض مصر، وأنتم أيها المسلمون على وجه الخصوص، لأنها قضية واجبة: إقامة الدين، تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. تقوم بكل ذلك لله عز وجل أولا وآخرا. عباد الله، لئلا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل يومنا هذا يوما سعيدا ويوما مباركا، ونسأله عز وجل في هذه الساعة أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، في هذا اليوم اذبحوا أضحياتكم وتقربوا لله بذلك، وسعوا على أولادكم ووسعوا عليهم بأنواع اللهو المباح، وإياكم من المعاصي والذنوب، وإياكم أيضا من الغفلة عن فضل هذه الأيام المباركات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.